مداخلته هو رؤية مقترحة من محددات التجديد وأولياته في علم أصول الفقه. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه، وبعد، فهذه محاولة متواضعة مني في حقل التجديد الأصولي، لا أنوي بها طرح مقترحات للتجديد في هذا العلم قد تشكل بطبيعتها تكرارا لما طرح، أو قد تحمل إضافة نوعية أو كمية لما صيغ من مقولات وأصل من دعوات وبني من فهومات تخص تجديد علم الأصول، بقدر ما أنوي بها رصد المحددات والأوليات العامة المنهجية الممهدة والمشرعة للتجديد في علم الأصول والضابطة لحركته العلمية التطورية قبل ممارسة أو قبل الشروع في ممارسة التجديد الفعلي في هذا العلم الجليل. والذي شجعني على مقاربة التجديد الأصولي من هذه الناحية أو الزاوية بالذات ما أصادفه من كثرة الدراسات التي اقتصرت في مسلك تجديدها لعلم الأصول على توليد مقترحات نظرية خالصة في التجديد من دون تنصيص منها على محددات منهجية لهذا التجديد يجب أن يتقيد بها ويلتزم السير على هداها، بل ومن دون إشارة صريحة منها إلى أن ما تمارسه من تجديد له محددات ومنطلقات مرتبطة بعلم الأصول ومتصلة به دون غيره. وهذا النمط السائد من أعمال التجديد الأصولي ومبادراته تكاد تشترك فيه جهود التجديد النابعة من أهلها من ذوي الاختصاص، ومن غير أهلها من ذوي تخصصات شتى من باحثين قانونيين ومفكرين وسياسيين. ولا شك أن هذا الغياب الملحوظ في تخصيص التجديد الأصولي بمقدمة نظرية منهجية تعرف بمحددات التجديد ومبادئه العلمية وأثر هذه المحددات في توجيه عملية التجديد وتنظيم شكلها، وكذا خلو أكثر الأعمال احتواء لمضامين التجديد من منهج في التجديد يضع المحددات والأولويات الخاصة بالتجديد، هو الذي يفسر من جهة أسباب التضارب وعدم وحدة منهج التجديد في علم الأصول وحصول الاختلاف والتباين الشديد في إعمال هذا المنهج وتنظيفه، كما يفسر من جهة أخرى عجز المبادرات التجديدية المعاصرة في علم الأصول على الرغم من وفرة إنتاجها النظري وغزارته العلمية عن إحداث النقلة النوعية المنشودة في علم الأصول وتمكين هذا العلم من استرجاع عافيته وحركيته وقدرته التشريعية ليعود كما كان من قبل علما له قوته التشريعية وأثره المنهجي المؤسس لعمليات التشريع والبناء لما تحتاج إليه الأمة من علوم. فما هي إذن هذه المحددات اللازمة والضرورية لانضباط منهج التجديد في علم الأصول وضمان معقوليته ومنطقيته وتقليل الخلاف في تطبيقه وصور إعماله؟ إنها بمقاربة عامة مجموعة من المبادئ الأساسية والجوهرية التي لم تصغ بعد ولحد الآن في نصوص مكتوبة أو يقع الإعلان والتوافق حولها رسميا من قبل المجددين من علماء الأمة، ولكن يحتاجها التجديد الأصولي ويعول عليها كثيرا، وهي في مجملها تعكس تصورنا الشخصي للتجديد الأصولي. كيف يكون هذا التجديد وبأي وجه معقول ينعقد وتجري أطواره، وما هي محترزاته أو محدداته وأولياته وصفات المرشحين له والخائضين في ساحته، ويقع استخلاصها بنظر علمي من النظام العلمي لعلم الأصول
ومكوناته وأهدافه، ومن استقراء وتتبع المبادرات التجديدية لعلم الأصول عبر مسارها الطويل، وإخضاعها للتقويم والتصحيح، وهي تمثل في مجموعها منهجية متكاملة في التجديد. وقع الاجتهاد في صياغتها وإنشائها لوضع وإقرار أسس صالحة ومنطلقات منهجية هادفة ينهض عليها التجديد الأصولي بكل مداخله وصوره التطبيقية. أما بمقاربة تفصيلية، فهذه المحددات أو المبادئ بحسب ما انتهى إليه نظري واجتهادي في المسألة هي كالآتي: المحدد الأول، الحرص على رعاية وتقدير الوظيفة الشرعية لعلم الأصول، وهي الوظيفة التي لها دورها في الكشف عن قيمة هذا العلم الجليل وتوضيح الغرض الذي لأجله نشأ ونمى في أحضانه حتى صار علما له هيكله وبناؤه المعرفي الخاص. والمتأمل في طبيعة هذه العلاقة وما عليها وضعها الشرعي في علم الأصول يكتشف أن لها أوجها وظائفية عديدة تعكس عنصر الثراء والتعدد الموجود في جنس هذه الوظيفة ونمط عملها، وهو تعدد استلهمته واستوعبت عناصره من نوعية وخصوصية العلم الذي ارتبطت به وأضيفت إليه إضافة اللازم لملزومه. وتتلخص أوجه هذه الوظيفة في أربعة وظائف تقريبا: هناك الوظيفة المنهجية، وقد تبلورت هذه الوظيفة وصارت وظيفة ثابتة لعلم الأصول بمحتواه من قواعد اجتهادية وكليات استنباطية اعتبرت ميدانا مهما لتنظيم الفكر وبناء العقل المسلم وفق قواعد منطقية تنتج بالضرورة حقائق قد تكون نسبية ولكنها أقرب للصواب. الوظيفة الاستنباطية، يعني سأمر على هذه الوظائف اختصارا، وتعد هذه الوظيفة من كبريات وظائف علم الأصول التي كثيرا ما يقع التركيز عليها عند أكثر الأصوليين في سياق رصدهم للغرض من معرفة علم الأصول ودراسته، وهي وظيفة ناتجة بالأساس عن الصبغة العلمية لقواعد علم الأصول وكونها قواعد وكليات وأساسيات وضعت على هذا النحو الكلي لتشكل منهجا للفقيه وطريقا محددا له في الاستنباط يأخذها ويطبقها على جزئياتها. الوظيفة التنزيلية، وهي وظيفة حققها علم الأصول بما انطوى عليه من بحوث وقواعد وأصول في الاستدلال ضابطة لمنهج الاجتهاد ومسلكه في التطبيق، كي يحقق هذا الطلب من الاجتهاد ثمراته الواقعية وآثاره العملية المحمودة في حياة الأمة. وبذلك عملت هذه الوظيفة عملها في بلورة نوع من الاجتهاد القائم على تفهم النص ومراميه وتفهم الوقائع نفسها بظروفها وأحوالها وكيفية تطبيق النص على نحو لا يناقض هدف أو روح التشريع العام. ثم هناك وظيفة التقريب والتسديد وأمر عليها. وفي ضوء هذا الرصد لوظيفة علم الأصول بوجوهها العديدة ندرك بوضوح قيمة وخطورة الدور الذي تمارسه هذه الوظيفة، لا من ناحية ما تفيده معرفيا من الوعي بالمفهوم الغائي لعلم الأصول والغرض الذي لأجله تكون على أيدي علمائه، فهذا النوع من الوعي المعرفي قد تشكل وتكونت بذوره بمجرد مقاربة علم الأصول بوظيفته وربطه جوهريا بها، بل وهذا هو الأخطر من ناحية ما تفيده منهجيا من الوعي بمدى معياريتها وكونها محددا منهجيا صالحا لرسم معالم التجديد الأصولي وضبط مداخله. بمعنى أن وظيفة علم الأصول بما هي علامة ودليل على الأدوار المختلفة
لهذا العلم فهي أيضا علامة ودليل مباشر على المعيار أو المحدد المنهجي الذي يجب الاحتكام إليه والدوران في فلكه وجعله مدخلا حقيقيا للتجديد الأصولي. وبمقتضى هذا المحدد الذي هو محدد الوظيفة، فإنما لا يخدم الوظيفة المقررة الثابتة لعلم الأصول من دعوات التجديد وشعاراتها ومشاريعها أيا كان نوعها واتجاهها، فهو فاقد لا محالة لقيمته وفائدته في عملية التجديد. ومن هنا فالدعوة المشروعة إلى تجديد علم الأصول هي التي تتخذ من محدد الوظيفة الثابتة لهذا العلم محددا منهاجيا لتجديدها، وبعبارة أخرى هي التي تقرر للتجديد الأصولي مفهوما ذاتيا يقوم على خدمة الهدف والغاية التي وضع لها علم الأصول، أو يعمل على تعزيز هذه الغاية وتأكيد أثرها العلمي، لكي يظهر البناء العلمي لهذا العلم في تماسكه وتناسقه. ومن دون شك فرعاية هذا المحدد الذي هو محدد الوظيفة سيفيد وبدرجة قصوى في تعقل التجديد المطلوب لعلم الأصول، بما يلح عليه هذا التجديد من حصر لمستوياته ومداخله وتحديد لأولوياته وكشف عن طرقه، فلا يكون تجديدا في مباحث ومسائل لا تظهر قيمتها العلمية في الحفاظ على الوظيفة الشرعية لعلم الأصول، أو مسائل وإن طال أمد البحث فيها فهي لا تثمر ولا تفيد، ولا يفضي إدخال التجديد عليها إلى نتائج قد تفيد في الترقية بعلم الأصول ليكون علما صالحا لإمداد عموم المشتغلين بقضايا التشريع تأصيلا وتفريعا بما يلزم من قواعد الاجتهاد وأصوله. وإنما يكون تجديدا فيما يبدو اليوم من القضايا والموضوعات الأصولية محتاجا إلى التجديد في شكله ومضمونه، ويؤدي تجديده بكل يقين إلى إحياء الصلة ومد الجسور بين علم الأصول ووظيفته الاجتهادية. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها على سبيل الحصر ما يتعلق بالمنهج الأصولي في ذاته وليس في موضوعاته. فهذا المنهج وإن كثرت الإشارة إليه ومحاولة رصد بعض خصائصه في سياق التأريخ لعلم الأصول، فلا يزال بحاجة إلى من يجدد النظر فيه ويبني دراسته على الوجه الذي يقوم به علماء المناهج في دراستهم لمختلف المناهج التاريخ والاستقراء، وذلك بهدف صياغة تصور دقيق منهجي لعلم أصول الفقه قد يفيد في إزالة وعلاج المشكلات المنهجية التي يمكن أن تواجه الباحث فيه، أو يعين في فتح آفاق باب جديد للتقعيد الأصولي جار على غرار التقعيد الفقهي، يتم من خلاله التعرف على المبادئ والأسس التي يقوم عليها هذا التقعيد والخطوات التي يمر بها من بداية الاستدلال إلى آخره، والشروط التي ينبغي توافرها ليمكن الوفاء والاستجابة لمقتضيات هذا التقعيد ومتطلباته. ومنها ما يتعلق بالموضوعات والقواعد الأصولية، فهذه القواعد لا تزال بحاجة إلى مزيد من التمحيص والتنظير والنظر في المشكلات وأوجه الملابسات والظواهر السيئة التي تحيط بها أو تتربص بأرضيتها، مما قلل إلى حد بعيد من فعاليتها وقدرتها المنهجية على وصل علم الأصول وتقريبه من وظيفته الشرعية. وعموما فإن وظيفة علم الأصول حينما تتخذ محددا لمشروع تجديده فإنها ستوجه اهتمام المجتهد وتصرف نظره نحو المداخل الكبرى الرئيسية التي تستحق التجديد بصورة آكدة، أو التي يؤدي تجديدها إلى النهوض بعلم الأصول وإحيائه من جديد شكلا ومضمونا، سواء تعلق الأمر بالمنهج أو بالقواعد والمضامين أو بالعرض والتقسيم والتبويب. أشير إلى المحددات الأخرى إجمالا لأن الوقت ما بقي منه شيء.
نعم. إذن المحدد الثاني ضرورة توافر القراءة المستوعبة للتراث الأصولي، وفيها كلام طويل جدا. ومن ضوابط هذا المحدد توظيف أسلوب منضبط في التعامل مع التراث الأصولي لا تحكمه الارتجالية أو العفوية أو التصرف في إصدار أحكام كيفما اتفق، بل يحكمه نسق منهجي منظم يعتمد في أدواته على عملية الوصف والتحليل والمقابلة والموازنة لاستنباط ما يصلح من الآراء التي تعمل عملها في إيقاظ روح الإبداع في قضايا هذا التراث ومسائله. التحرر من صياغة تصورات في التجديد متمركزة حول قضايا وإشكالات اتجاه الأصول بعينه، ليكون طريق التجديد وهدفه منصبا بالأساس على خدمة الموروث الأصولي ككل، وليس الانتصار أو الإعلاء من شأن مذهب من مذاهبه المعروفة. وهذا ولا شك سيكسب التجديد معناه ودلالته الحقيقية الأصلية. وأنتقل إلى المحدد الأخير وأشير إليه إشارة عابرة. إذن أضع خاتمة أقل من ثانية إن سمحت. وبهذا التقصير الشرعي لأولويات البحث في علم الأصول يعني سنحقق فائدتين. الأولى نوعية توعية المجدد بمواقع الأولويات وجهاتها وتصنيفاتها في علم الأصول، ليبقى دوره بعد ذلك استثمار هذه المعرفة العلمية المؤصلة للأولويات في علم الأصول وتوظيفها لبناء صرح أصول جديد لهذه الأولويات يعيد لها دورها ونشاطها وفاعليتها العلمية في علم الأصول. الاتجاه في دراسة الأولويات الأصولية من مرحلة العمل الجزئي الغير المنظم والفاقد لكل انسجام واتساق بين عناصره، والذي يرى في الأولويات مجرد ظواهر وموضوعات وقع اختيار البحث فيها لأسباب غير خاضعة لاعتبار الحاجة إلى البحث أو تقدير هذه الحاجة، إلى مرحلة العمل الشمولي المنظم الذي بنى مراجعة للأولويات بحسب ما أثمره التقصير الشرعي لها وصاغه من قواعد وأصول للتعامل الجيد والمنضبط. وفي حقيقة الأمر هناك تحليل كبير ومراجعة وأشياء كثيرة ودقائق كثيرة. وأسأل الله التوفيق والسداد إن شاء الله تعالى، وأقول قولي هذا. السلام عليكم.